بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. دخلنا بناء على RSI وبناء على التحليل الموجي. هذه المرة صفقات شراء، سنجرب الشراء وليس البيع. تعزيز جديد. هبوط صعود هبوط. أول صفقة تربح سنقوم بالإغلاق الصفقات الرابحة، لكن ربح معقول. يعني أنا الآن يعني طبعا يعني احنا بننوه الى انه حجم الصفقات لازم يتناسب مع راس المال. كيف؟ على سبيل المثال راس مالك 1000 دولار، تدخل باثنين مايكرو كعد اقصى. لماذا؟ لانه في التعزيزات تحتاج الى مارجن اكثر. الفكره في التداول الهرمي احبتي هي اعطاء نفسك فرص، عدا يعني لما يكون في تداول عادي تدخل صفقة وتظل تنتظر فيها. واللي بتلاحظوه انه معظم الصفقات اللي بندخلها احيانا ننتظر وقت طويل جدا 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 حتى ترجع لنا بربح، لكن لما تكرر نفس الصفقة بكون عندك فرص اقوى واحتمالات أقوى. يعني هي واقعيا على أرض الواقع صفقة واحدة، لكن بتجزئها إلى أجزاء. تعزيز جديد، أيضا تعزيز جديد في موجة الهبوط هذا. داخلين بناء على RSI مناسب وتحليل موجي مناسب. الآن صار عندنا مجموعة من التعزيزات. الآن مع أي ربح حتى لو كان بسيط يعني ممكن أن نغلق حتى نخفض إغلاق. إغلاق نتابع على استراتيجية التداول الهرمي. دخولنا كان مزدوج الدعم من RSI ومن التحليل الموجي. الآن إما أن ندخل تعزيزات أو نغلق الصفقات بأرباح. وصول الذهب إلى هذه النقطة يعني ربح كل الصفقات. الآن هذه موجة هبوط، موجة استقرار. ممكن أن يكون في بعض الهبوط الآخر، لكن حتى لو كان في هبوط آخر ما في مشكلة، بنعزز. تعزيز جديد، أيضا تعزيز جديد.
الآن إحنا بمرحلة التعزيزات اللي بتربح أي ربح بسيط بنغلقها. ننتظر لنرى. لا مشكلة، لدينا في دخول تعزيزات جديدة. هذه صفقة تربح، نغلقها. وهذه صفقة تربح، لا حاليا لا، احتمال أن ندخل تعزيزات جديدة، ما في مشكلة. يعني حتى في حال هذا التعزيز الجديد، حتى في حالة التعزيزات صفقات يجب أن تربح. طبعا يجب أن تركز وتكون سريع جدا في هذه الاستراتيجية بصراحة. التركيز والسرعة مطلوبان. هذه الصفقة تربح، نغلقها. نشاهد الآن، طبعا هو في حال موجة صعودية، يتضح لنا على التشارت إنها موجة صعودية. يمكن أن نتركه قليلا حتى يربح أكثر. هذه الصفقة تربح، نغلقها. صرنا عند هذه الصفقة أيضا تربح، لكن نريد مزيد. حاليا لا تربح. الآن نبني على الصفقات اللي أغلقت أيضا، يتم احتسابها في العملية الكلية. يعني الآن إذا كنا بحاجة تعزيز جديد، نأخذ تعزيز جديد. أنه كما يبدو أنه بدأ موجة صعود حسب التحليل الموجي، ولكن هذا ليس أكيد طبعا. فبانتظار ماذا، إلى أين سيتجه؟ نشاهد هنا ما الذي يجري. تعزيز جديد. هذا التعزيز الجديد يربح فورا. إغلاق. تعزيز جديد. تعزيز جديد. نحن الآن في مرحلة دخلنا فيها تعزيزات كثيرة، لذلك الصفقة اللي بتربح بنغلقها حتى نعطي مجال لتعزيزات أخرى. تعزيز جديد. ربح إغلاق. ربح إغلاق. تعزيز جديد. تعزيز جديد. لاحظ الدقة والسرعة مطلوبة هنا. الدقة مطلوبة والسرعة مطلوبة هنا. لا يوجد أخبار قوية هذا اليوم. السوق مناسب إذن. تعزيز جديد. تعزيز جديد. البعض يعني يعتقد انه بنعكس الترند. احنا بنشتغل على التحليل الموجي لما يكون فيه صح انه الذهب مشبع ويجب ان يهبط، لكن احنا بنشتغل على التحليل الموجي البسيط لانه ما في اخبار. وما زال في صفنا ايضا الـ RSI.
هذا تعزيز جديد، ليس لدينا مشكلة في تعزيزات جديدة. تعزيز جديد، آخر تعزيز يربح. حاليا لا، الآن التعزيزات اللي بتربح بنغلقها حتى نعطي مجال لتعزيزات جديدة. لاحظ، اللي بتربح بنغلقها حتى نعطي مجال لتعزيزات جديدة. تعزيز يربح، إغلاق. 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 الآن احنا ربحانين في التوتال. تعزيز يربح، إغلاق. لو أغلقنا كل هذه الصفقات بخسارة. تعزيز يربح، إغلاق. إغلاق، إغلاق. آخر صفقة إغلاق، لأنه في حدا بدق على الباب. إحنا الآن في المجمل ربحانين، في المجمل ربحانين. أفضل الشركات XTB لتنفيذ هذه الاستراتيجية. رابط تسجيل مباشرة موجود أسفل هذا الفيديو. نتمنى لكم التوفيق والسلام عليكم.